هنكمل اليوم الجزء الثاني من السلسلة. آخر مرة قعدنا لين ما طفينا الجنريتر أو المحرك حقهم، صاروا يعني ما يدرون إيش السالفة، وإحنا قدرنا ننحاش أنا والرجال اللي معي هنا هذا، قدرنا ننحاش. فيلا خلينا نشوف إيش راح يصير الحين. تعال يا خوي يا خوي، اروح وحدي يعني ولا وش السالفة؟ يعني نحتاج ارجع كهربا. The assholes have cut us off. Got it. We need to activate both consoles at the same time to open it. I'll do this one. You go to the one on the other side. Okay. اوكي. في لازم ارجع الكهرباء ولازم ارجعها من الجهتين، فهو بيمسك الجهة ذي وانا بمسك الجهة هذه اللي هنا. Ready. On three. One. Two, three. Fuck. Sorry. Axel, behind you. What? What? No! Fuck you! Get here now! I've got the thieving son of a bitch. You bumped it, you can take what you want. Get the fuck off me! No, no, no! Take away, Axel! Fucking parasite! Take away! Oh, you did it! Fuck. Let's go. The others are on their way. يا العيد العيد، لا ما تجيب العيد كذا. Hey you bastards. والله انا معليش يا اختي، بس ما ادري يا اخوي الزبده. Shit. I think he's dead. They killed him. والله يفتح ابليسك النكبه. Come on. You killed that guy because he was going to kill me. You saved my life. This is about survival. Do you understand? You hear something? I hear something. Axel? What the fuck have I got on me? واو واو واو، وش صار؟ ديم والله يطعنه وسحب شكله جوا. اوكي انا مديني اشغل فلاش والله، بس ما ابي اشغله وذا الوحش موجود. واو والله يا الاصوات، اسمع فوق، اسمع صوته. طيب هل يمديني اخش منه؟ لا ما يمدي. طيب هاي اشياء سوي كول. بسرعة افتح، لا يدرع مالي الحين. افتح يا اخوي، انا ما اسمع صوته، اسمع صوته. هو هنا جوا هنا. اوكي اخيرا فتح الباب. النحشة؟ اي والله النحشة. ما ادري ايش اخذت انا قبل شوي. واو ايش ذا الوحش اصلا. اوكي الخبر الكويس ان قدرنا ننحاش من هذا الوحش. دخلنا الظهر في قطار، احنا نادينا قطار ما ادري شلون، او يمكن هذه زي العربة اللي تتنقل بين الاماكن في نص المحطة. اوكي نقول ان شاء الله انه ما الوحش يجي هنا. اي هوب. اوه في هاي دينا، هذه الخريطة حقتنا حلوين. ابديت ماب. اوه اوكي لما اخذ هذه يصير يتجدد عندي الماب، اول بس كان عندي هذه المنطقة، شوف الحين ازدادت. والله هنا الاماكن اللي فيها هايد كثير مرة. حلو حلو واضح تقريبا المكان. ايش في جوا هنا؟ اوكي اوه في بلو برنت. اوكي وفي صندوق وسيف الظاهر، لا مو سيف هذا، لازم نروح هنا، احتاج هذا المكان. اوه في ناس هنا. Stay back. واه واه ليش؟ Guys,
ليه؟ أنا سويت ذي طلقت علي الزبدة ما أدري ليش. لا تقول إنهم يبحثون عني، أنا والله ما أبغى ناس. رح نروح من الجهة الثانية أحسن. وش هذا؟ أكسس ريواير. أيوه. أوكي أنا حس ما فهمت إن أنا لازم أفهم الخريطة اللي هنا عشان أنا أقدر أسوي أشبك الأسلاك، لأن يقولون كل سلك يأثر على الثاني، إذا طفيت الكهرباء هنا تشتغل الكهرباء هناك والعكس. يعني ما أدري كيف طريقتها بالضبط أو كيف أفهم أنا الماب هذا. أنا اللي فاهمه إن حاليا أنا ما عندي إلا باور أفيلبل واحد ولازم أو ما يمدينا أفعل إلا واحد من الاثنين ذولي، يا الانستيبل سيستم أو السبيكر سيستم، واحد فيهم. ما أدري ليش أقصد فيه الانستيبل سيستم صراحة، يعني نظام غير مستقر، والثاني نظام مكبر الصوت. ما أدري إيش أقدر أستفيد من مكبر الصوت أو الانستيبل سيستم. ف حاولت أنا أطالع في ذي بس ما فهمته، صعبة مرة. فأول هي كانت مفعل للستيبل سيستم، الحين هخليها للسبيكر سيستم، نشوف يمكن يتغير شيء. طيب أنا البنت هذه طلقت علي هنا فلازم انتبه لها. أوه هلا بالأغراض، شوف جيبه كله بطاقة بعد. هذا مجرد سواليف كذا. Collect Claire, pick up the cat, and head home. We need to find some place to get this to the ship. She was trying to hack the elevator security. I can't remember his name. Circuits are fried. Dirty baseball cap, weird smell. Just had to find his coat. Data set. I think it was a gun. He just looked right through me. Okay. Don't talk to anyone. Don't tell them where you're going. I'll meet you as soon as I can. Okay, Jay, Dory. في مصيبة. هذه البنت اللي قبل شوي طلقت علي كانت تبي معها الجهاز هذا عشان تهكر هذولكم، كانت تبي تهكر المصعد عشان يمديها الظهر تجيبه، وما ادري ايش كانت تبغى منه. بس خليني اراقب ذولي واشوف فين من بيروحون. شافري سمع شيء عن هناك. هلا ما شفته. جيت بقى قلت يمكن مدينة أصفق شيء، والله ما بداي. أطلق ناري. أوكي. حلو. Someone here. الزمن ما في أحد. نأخذ الأغراض بالسريع. هذا قبل ما تيجي خلينا نأخذ هذه. وين الجهاز؟ إيه هذا هو. اوه في واحد هنا الظاهر، هذا يحرس الباب اللي هنا عشان ما حد يجي. برضه هنا المكان ذا ما في شيء. اجل درت عني. Can't believe you left me alone back there. What the fuck was that? مو بنا. اي والله انه انا. اي هيل. والله معليش انا مضطر اني اذبحك. سووا انا تفت الشيء اللي هي كانت تستخدمه المره المليون. وات كيف دروا عني ذولي؟ ما اقول انه وصلوا لنا هنا. Can't believe we're doing this again. Where the hell did she go? ابعد انت بس وفكري من شرك. زبدة هذا ناشب لي فخليني اقتله، ما وده يروح. ولا صدقون الظاهر محتاج. والله معليش انت لو ما طلقت علي كان مشيت لك الامور، بس اضطرينا. الا على بليتك. خرجت شكلي، الله يمتحنها. اطلعي لي والله لا أجلدك، والله هي اللي جلدتك.
والله شوف، لو ان السالفة اني اذبحهم كلهم والله هذه مصيبة. ايش هذا المكان؟ هذا متى كان هنا؟ طاني متكت، شكرا لك. غريبة، انا اخبر كان البابين كلها مفتوحة بس ما ادري، يمكن انا ما طالعت هنا زين. العن ابليس، هذا من فين جاء؟ بسم الله. واو والله ما ادري كيف ما دمجوني. اذا ما خاب ظني ان الداتا الجديده حلو، اذا كان زي ما هو مبين في الخريطه ظاهر ان في المكان هذا في الدور اللي فوق حلو الجهه اليمين هذه. ادري هل انا قتلتهم كلهم؟ انا والله ودي اقتلهم كلهم يصير اتمشى براحتي. يس من هذه الجهه ان شاء الله ما في احد. شوف nobody is here، مكان فاضي ما في احد. والله لو في احد. واو 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 ايش هذا؟ طب علينا الحين ذاك اللي طعن خوينا. اوكي انا الحين بديت انفجر من اي شيء. في سيف جيم، اوكي هذا ازين شيء. بسرعة بسرعة علي، طب علينا. اوه الحين صار يبدي ياخذ السلاح ذا. يا حبيبي خذوا يا رجل. في بعد 6 طلقات. لو باور، ما في كهرباء هنا. انا الصوت هذا ما احبه، الصوت ذا ما احبه. خلاص قلبي ضيع. هذه تفجع، ما ادري هل اصنع منها كثير. نشوف ان عندي منها مره واجد. اوكي هذا يؤشر يعني ان في واحد، الوحش موجود هنا. الناس ما صوته من الفتحه دي، ترون احنا تحت الوحش يعني. كيكارد، اوه احنا اخذنا كيكارد فنمشي منه. صار لا يدري عنا لا يجينا. واوه الوحش اجل هنا بعرضه. شوف هذاك مطعون كذا، مطعون ولا واحد طالق عليه. هلا اوكي اخذنا شيء جديد، خلينا نشيك عليه. اوكي هذه قنبلة دخان، تصدقون خلينا نستخدمها او نصنع واحدة يمكن نحتاجها في وقت. خلينا نشيك على هذا. هذا ابي اعرف ايش صار له بالضبط. واو ايوه وش هذا؟ طيب خلنا نبحث وش في عنده. هذا ما عنده شيء، هذا مليون بالمية مو مطعون او واحد طارق عليه، هذا الوحش نفسه. شوف الحفر كيف جاي شكله. اوه صار عنده بلوبرين ثاني. طيب نايس فلاش، مدري اصنعها ولا لا، ان كان عشان اعمي فيها الوحش. بس ما ادري هل الوحش ينعمي او لا، هنا المشكله. Oh my god. The flight recorder. What? What? No. God. Okay.
السالفة؟ في شيء قاعد يصير هنا. في واحد دخل يقول غير مصرح فيه الظاهر. ايش الانذار هذا؟ خلينا نشوف ايش في عدد هذه. اوكي احنا بنلفها الظاهر. ما في شيء هنا. اوه في جهاز هنا الظاهر، هذا لازم نروح له. حلوين، احنا الحين صار عندنا اكسس لحاجة، بس وش هي ما ادري. طيب هذا الحين مكان مقفل بسبب ان في سيكوريتي في الموضوع، بس الحين بنفكه. احنا وش نسوي؟ لازم احصل يمكن زي الاشارة. اوكي كمان. ليش؟ أما غلط. طيب الكوريكت كود ليش؟ أوه لازم أختار نفس الشكل. طيب كيف؟ أوه فهمت السالفة. والله يا شوية صعبة. طيب في عندنا هذه أول، ثم هذه، ثم هذه. حلوين فهمت السالفة. طيب الحين احنا خلصنا المهمة اللي هنا. طيب لازم اروح مكان الحين، بس لازم اطلع اول شيء من هنا. اوه يقول لك قفل السكيورتي هذا. والله كل الاماكن مقفلة، ما ادري ايش اللي صار. والله ودي اعرف. هذه ثم ذي. اوكي صح، افتح الباب لو سمحت. خلنا شيك سريع ايش في هنا. طيب من هنا اسكر السكيورتي، فنسكرها. واو زر واحد مالس. وش السالفة؟ What the hell is that? اوه هذا وين راح؟ طلع فوق شكله. طيب احنا طفينا السكيورتي، ايش هذا؟ بيجي منه؟ هنطلع السلاح من الحين. انا ما ادري اذا كان يمديني اذبح هذا الشيء، بس ما اتوقع. انا خليني ادخل منه املي. والله مره امل، ما اتوقع انه هو يقدر يجي هنا. ما له حجمه صدق خليه انه يقدر يدخل هنا. والله لو جاء انا الزبده مو مدعوس. والله يا اني بتفقع لما اشبع. اسمع صوته انا. الزبده انه هذه الدجاجه مدري كان الشيء ذا يتحرك وقف شكله قمط العافيه بعد. ثم هذه. انا اخاف اني اغلط ويطلع صوت قوي، فهمني يجيني الوحش يقول واو. ولا وش هذا؟ وات والله صوتي فجع. انا والله بركض. اسمع صوته هنا هو. انا دست في واقف. روح الله يلعن ليسك.
أنا لسه طالع فيه. جاني جاني جاني. وين بيطلع فوق؟ ظهر أنا لما ركضت هو سمعني. فأنا بطل البلاهة هذه ولا عاد أركض. طيب هو الطريق إني أنا أمشي منه، بس أنا قبل ما أروح هنا في حاجة أنا بياخذها. حلو؟ تذكرون كان في بلو برنت في الجهة هذه، وللأسف إني مضطر أروح أخذها عشان يمكن يطلع لنا حاجة مفيدة واحتاجها، يعني مثلا ضد الوحش ولا ضد ناس ثانيين ولا يعني. هنا جيني هنا بنشيك الوضع، شوف يمديني لا ما يمديني. اتوقع ان الجهاز اللي معي يساعدني افتح الابواب اللي فيها رقم سري، فلو كان الوضع كذا والله في بيبان كثير يمديني افتحها. ها طبعا ما يمديني، الظاهر يحتاج شيء عشان اقدر افتحها. شوف الباب هنا هو اللي يمديني افتحه، هذا شوف فيه رقم سري فالمفروض انه يمديني افتحه. بس كود ديم، يعني انا جيت هنا على الفاضي. وبرضه في باب هناك بشوف اذا كان يمديني افتحه ولا. اذا امداني افتحه في الاغلب انه يمديني افتح الباب الثاني المفروض. لا ما يمديني. يا الله يا رباه. طيب ايش اسوي الحين؟ اركض؟ هذا هو هذا هو. اوكي جاني جاني. اطلع اطلع اطلع. لا 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 لا. شكر الله يا مسلم، كان الله من شرك يا شيخ. كيف اعرف اذا هو مشى الحين او لا؟ لا لا ما مشى الكلب. واو والله اني بغيت اطلع قبل شوي، كنت اكيد انه راح. يعني مديني امشي؟ الكلب الكلب صار يمديه يدخل بعد هنا زي الكلب يمديه يدخل. يلعن شكله يلعن بليزه. شوف دائما نفس يدخل الخطة حقتنا. خلينا نروح على طول نفتح شو اسمه الصنصير اللي هنا بسرعة بسرعة، لأن لو جاء مو بيلعن شكلي اللي بعده. اوكي صح 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 علينا الحمد لله، ما طلع صوت الحمد لله. باي باي وحش، الله ياخذ في هذا اليوم. اضغط الزر بسرعة احنا مو ناقصين. واه الله ياخذك يا شيخ. وليش شو هذول يركضون؟ شكله والله شكله الوحش، هاربين من الوحش. طيب ايوه قفل الباب وراكم ما شاء الله. واو ايش هذا؟ زبدة العالم هنا كلهم جحيدة. Hello, my name's Ripley, Amanda Ripley. I need your help. Please take a seat. Someone will be with you shortly. يا عمي انت وحش. شو النظرات؟ ايه يا ابوي انت وحش اكثر من ذاك. الظاهر ان الوحش برضه موجود هنا. طبعا اتمنى لا، بس هو الاغلب انه هنا. اوه يخرج ابليسك. واو واو يعني يكون في اي مكان في العالم ليش؟ قلبي. It's an emergency. Don't you realize what's going on? Apollo has the situation in hand. Your registration is almost complete. Forget it. I'll find my own way in. The little details, so you get the big picture. How much time did I get it? Okay. ما فرقت معه. Thank you very much. خلينا نمشي الحالي. I don't care about you. يقول أنا ما أنصحك. بس يعني والله مضطرين. إيش هذا؟ Low power. الظاهر من هنا اقدر اشغلها. انا لازم اتعلمها هذه والله، ذي مره احتاج اتعلمها. يمديني الحين؟ لا ما يمديني والله اني ما اعرف لها للحين. خلينا نشوف ما في حاجه ثانيه هنا.
الظاهر ما في. يلا ناخذ القطع اللي هو some kind of tracker. It's been modified. تراكر متعقب. ايش هذا؟ No, no problem. اوه يمدينا اشوف اللي بالخريطة هنا اذا كان في اي احد ثاني في المكان. توقعون تنفع مع الوحش؟ والله ديم شوف حتى لو بعد، بس ان المسافة ما هي بذيك الكبيرة يعني، ها يدوب يعني تقريبا كم متر كذا. خلينا نشوف اذا كان في فائدة في الجهاز. اوكي استفدت ان يمديني الحين ادخل من الابواب. شوف لا هذا اي والله هذا مره مفيد كذا. اقعد امشي واشوف اذا كان في احد. قلت في احد؟ شوف في زي الخط كذا في الجهاز اقول يعني ان هناك في شيء. طيب خلنا نسير. عموما هذا كان كل شيء للمقطع اليوم. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله في مقاطع ثانية.